انا ما تحتاجش انت تتكلم. انت نادي الاهلي عن البيان ده بعد ساعات مباراه الزمالك وقبل ساعتين مباراه الاهلي وسيراميكا. هل مباراه الاهلي وسيراميكا الحكم كان طبيعي؟ يعني البيان ده ما ضغطوش؟ لا طبعا ما ضغطوش. مش يعرف اصلا البيان طلع ولا ما طلعش. ليه؟ انت بتقول قبل ساعتين. قبل ساعتين حكم قبل ساعتين هيقعد يتابع السوشيال ميديا؟ ما يجيلوش على الواتساب يعني ايه يعني مش هيشرح حاجه قبل ساعتين. قبل ساعتين من المباراه بيكون بيستعد هو فيها في حادث بيكون وصل الملعب حادث في المباراه دي بين الشوطين. لا لا من خلال برنامج الكابتن خالد. لا طبعا بطالب اتحاد الكوره في التحقيق في الواقعه دي. واقعه ايه بس؟ الكلام اللي قاله الكابتن معتز البطاوي للحكم الرابع وهو خارج بعد انتهاء الشوط الاول. اتحاد الكوره ومن خلال برنامج حضرتك بطالب بالتحقيق في اللي قاله ونشوف الكلام ده هو قاله. قال له انت بتنفذ تعليمات لان الكابتن معتز واداريين والجهاز الفني اللي بقيه المساعدين اللي معاه بيعترضوا على ان وحضرتك قالوا فين دي الفيديو موجود وكنا ممكن نعرضه في فين يعني فين في قناه يعني هل قناة؟ لا مش في عندكم يا جماعه شفايف يعني قالوا لا قالوا قالوا الفيديو موجود بس الفيديو مساله حقوق ممكن مساله سالت ممكن مساله عايز حق فديه وما تحققش اسمعني بس في اللي بيضربوا الحكام كمل كمل انت طب علاء اسمع والله سيد الفضل اكمل يعني انت عايز يا سيد الفضل اكمل تعاتب طب ايه سبب ايه سبب ان هو ان هو مش مدينه فرصه تعليمات ليه قال كده مش مدينه فرصه ليه قال كده طيب الاداره المباراه كابتن محمود بسيون الشوط الاول المباراه 2-1 هو احتسب ضربه جزاء لسيراميكا اللي سجل منها التعادل بعد الرجوع للفار اي حكم في العالم والمباراه شغاله وقريب من اللعبه اللعبه ضربه جزاء من غير ما يروح للفار لا لا ما تحتكش ما علينا مش باينه بعد ضربه الجزاء دي في لمسه يد على المهاجم مسمى ابو علي تمام لم يحتسبها ولم تعاد ولم الفار ما استدعوش صح ما تعادتش اداره النادي الاداريين بتوع سيراميكا بيعترضوا مع الحكم الرابع ان الهدف الثاني لوسام ابو علي فاول مش فاول اللي هي الطاهر محمد طاهر ولا تستحق ان يكون في ضربه فاول على حدود منطقه الجزاء بس حاجه طبيعيه كابتن معتز البطاوي اسمعني كل ده حاجه اتفرجت على كل ده احتجوا انت هتسمع ضربه حره بره منطقه الجزاء طب هنطلع لفاصل